رجعنا من جديد في فير بلاي نحكيو على التدوينات مثيرة للجدل. خلينا نقولوا الحارس السابق للسي ا بي خميس الثامري تقريبا ناشط برشا المده هذه على مواقع التواصل الاجتماعي، كان معنا في مداخله تقريبا منذ 10 ايام. اليوم ايضا يعاود يثير الجدل، قاعد تقريبا يحكي باستمرار على السي ا بي. معنا بالتليفون خميس باش نحكيو اكثر على التدوينات هذوما والكلام اللي قاعد يقول فيه خميس الثامري. خميس اهلا بك. اهلا اخويا اسلام، مرحبا بكل المستمعين. شنو احوالك؟ لاباس؟ والله الحمد لله في خير ونعم. الحمد لله. باهي خميس، سميتهم تدوينات مثيرة للجدل، صحيح ولا؟ انا هي منهم. الكل؟ لا الكل فرموا مثيرة للجدل. اي انا مع حال كيما شنو نقول لك، انا بريزومي كل شيء راي حارب، راي بصراحة نستعمل انه حارب من اجل انقاذ نادي البنزرتي، مستعد اي حاجة من اجل انقاذ نادي البنزرتي. باهي خلينا نبداو بالتدوينة الخاصة اللي عطها انت ساعة. كلمتني بعد نهار السبت بخصوص الكلام اللي قاله نسبة فلاح، كان دخل معنا في زون ميكس الناطق الرسمي للملعب التونسي، حبيت توضح حاجات في اللي قالوا. لا خاطر وذولي عملت انا توضيح من بعد في فيديو خاصة، معناتها قلت انا كان يرجعوا للايفات، خاطر هما كي قالوا اعتمدنا على اللايف اللي عملوا خميس، قلت انا معناتها نعرف اللي نعرف قلت ما قلتش، وراني انا كذبت كلام عبد السلام السعيداني رئيس نادي البنزرتي قبل ما يقوله، معناتها قلت انا فما اشاعات خارجه في بنزرت تقول، خاطر فما كلام يجي متقال في الشارع الرياضي، معناتها حتى حد ما يجي ملوم على حتى حد، فهمتني؟ كي يقول مقابله معناتها، خاطر سيتو بعد ما تلعبت المقابله تغيرت كانت في بنقردان الروتور ولا في بنزرت، معناتها فما برشا اشاعات تخرج وكذا، وكذبت المقابله هذه كانت، معناتها كان نجم نادي البنزرتي يسقط في المقابله هيك، وراه كذبت الكلام هذا، ما فماش حتى شيء سهل وفما حتى شيء يكسرا ابار معناتها المردود نتاع اللاعبين ولا الخدمه نتاع المدرب ولا الخدمه نتاع الجماهير اللي مثل البريمات معناتها. خميس انت قلت في الفيديو اللي انتشرت تقريبا حبيتها هبط الملعب، فما تفهم لاعبيه من الاتحاد بن قردان ما مشاوش مع وجيه الجري اللي هو رئيس شرف الاتحاد بن قردان. شنو حبيت تقصد هبطت ورجلت الامور كلام من النوع هذا؟ لا رجلت الامور لا شيء يا اخوي، انا نعرف صح ايش قلت ما قلتش، راني وكل كلمه نزل صحيح نتعامل مسؤوليتي في كلامي، معناتها هو لا ما عندي حتى قلق، انا قلت اللي خارج اشاعات كما يحكي الرئيس، معناتها اللي يحب يركب على حديث معناتها يرد معناتها يرد النجاح نتاع النادي البنزرتي لما حاله مش نجاح ما المنع معناتها بعد الموسم الصعيب، معناتها قلت اللي فما اشاعات خارجه وبرجوليه معناتها ما نحكيوش احنا نحكيو اونيتمون، معناتها راهو في الشارع الرياضي، قلت جو في فير لا بريسيون اونيتمون. كيفاش؟ جيتي لا بور فير لا بريسيون، كيفاش مش كيفاش، فما برشا جماهير كي يقول تلعب في ميدان اي فون لا بريسيون، كيما تو خرج اشاعات على السي او تي وكذا، وقلت انا ما نجمش ندخل في الامور الاخلاقيه وكذا، من تي اوبليجي كيما تقول لي انت الرياضه الله غالب مش نجي ننظفها انا اليوم، ما قلت انا جيتي لا فير لا موتيفاسيون تاع جواريتنا وفير لا بريسيون، كان جات فما حاجه امور اخلاقيه وكان نوريهم شنو بنزرت وشنو رجال بنزرت. هبطت دخلت للفيستير انت شو عملت؟ ما دخلتش الفيستير خاطر فما برشا امور امنيه صارت وفما صارت في تنف معناتها الامن معناتها وفما حتى قلق الجواريت بن قردان حتى حد ما تقلق، مي جيتي بري معناتها بور فير لا بريسيون كيما الناس الكل تعمل ما نلعبوش فيها معناتها الناس الكل ايما والناس الكل معناتها نضاف بور فير لا بريسيون باش الناس هذوما اللي عندهم موتيفاسيون من جمعيات اخرى يشدوا بلايصهم يلعبوا نورمال معناتها ما يدخلوش في بروفوكاسيون ما يدخلوش في حاجات اخرى. فهمت خويا؟ ونتحمل مسؤوليتي معناتها حتى كان باش نخرج خدم الشارع الرياضي معناتها جو في لا بريسيون ويقول لي مانيش السباق معناتها باش نتحمل تون ما عندي حتى قلق. باهي من لحظة التدوينات خميس قلت إذا كان ضرر نادي بنزرتي من التصريحات نتاع عبد السلام السعداني فإنك كمحب ترفع قضية على المنظومة الفاسدة، عندك معلومات وإلا شنو بالضبط؟ ما عنديش معلومات، أما السوفي نقول حيروا موضوع قضية بن قردان ونادي وشبيه القيروان، يقول لي الآن دي جيسي معناتها اللي تو ما سمعنا عليه حتى أخبار، فهمتني؟ الدوسية تحرك ونورمالمون الدوسيه هذايا تخرج النتائج نتاعو قبل ما تبدا الموسم القادم على حسب المعلومات المحدوده، مانيش رجل قانون ومانيش مع انسان عادي معناتها لاعب عندي من الخبره وعندي من الاكسبيريونس باش نعرف اللي فما برشا حاجات في البطوله التونسيه، مانيش باش نظفها انا كما قلت لك اليوم، ما يا خويا باش تتحركوا حاجات من نوع شنو؟ شنو؟ لا كل شيء تو شنو اللي انا متحمس ليه معناتها برشا حاجات، انا خويا ندافع على جمعيه اليوم، الجمعيه اليوم ماهيش مستعده باش تتعدى امور قضائيه في تصريحات شخصيه الرئيس ورا اللي هو اكريديبل هو بده تراجع اليوم،
تقريبا اعترف هو وقتها انه كان فما حاجات في مقابله بن قردان والسيابي، واللي اكدته انت تقريبا في نفس البريود، معناها تلميحات تصريحات انت ما عادش شنو. لا لا معناتها هو كي تسمع انت ليزيكو في بنزرت تعرف نحكيه، واحنا نحكيه راهو فما حاجات تقال في الجمهور معناتها ما تلامش عليها الجمهور، تكون مقابله في اليد وقابله مضمونه يجب يخرج الاشاعات اللي همها هو معناتها. وفيكتيفمون انا قلت لك من بعد ان الجوالات تجري في التيران ورجالات تجري في رجالات الجمعيه تجري باش تلم البريمات لا موتيفاسيون، ومن بعد يخرج هو يقول بعلاقاتي وعلاقاتي، اش خاص كان جاي عنده علاقات انا ما وصلنيش للحاله هذيك معناتها. علاش انا قلت كذبت اقوال رئيس النادي، ما قلت حتى شيء، قلت اليوم انا كان ضر النادي هذا بالذات، وقلت لك نعاود نقول لك نتحمل مسؤوليتي. يقول هو جاي توا نيابه عموميه ونيابه مرحبا بها، ما يحقه في كلام قاله هو. كيفاش هو يقول لك انا تعاملت فما علاقات والسيابي كانت مهدده لاخر لحظه، هذا كلام ايش قلت؟ معناتها انا واحد من الناس كمواطن عادي عندي حق دستوري، يا خويا ورينا التحقيقات نتاع مقابله القرويه اتحاد بن قردان ساعه وين وصلت، وخلي الناس كل تتحاسب، وخلي غلطي يخلص. كان فما كونفيرماسيون اللي غلطي يخلص، هو رئيس النادي قال انا عندي علاقات او اليوم تراجع، قال لك جي في لا موتيفاسيون، اللي نورمالمون حتى كي رئيس جمعيه يعمل موتيفاسيون ما يخرجش في الاذاعات تحكي. علاش انا اكدت اللي هو يتحمل مسؤوليه تصريحاته، وكان فما محاسبه يتحاسب هو فقط. شنو رايك خماي شنو رايك في الكلام اللي يتقال حول تلاعب في شبهات تلاعب في مقابله اتحاد بن قردان والسيابي؟ والله هذا كلام عيب، ويتحمل مسؤوليته كان هو. معناتها هو ساعي مس شكك في مصداقيه اتحاد بن قردان، وشكك في مصداقيه الترجي الرياضي، وشكك في مصداقيه شبيبه القيروان، وكان باش يدخلوا في التشكيك، تو شكوا في بطوله كامله. اما قلت لك عيب كرئيس نادي معناتها ونتحمل مسؤوليتي، وانا يظلم الناس اللي ننتمي للفئه اللي اليوم تقول الرئيس هذا ما يمثلناش. هو الرئيس هذا يتحمل. هو حتى انت شككت خميس، تقول الجوله الاخيره طلعت بالتليفونات في تدوين عليك، معناها شككت ولا؟ شككت وديما نقعد انا مواطن عادي. نقعد مواطن عادي عندي الحق نشك وما نشكش، اما هو رئيس جمعيه يتعامل بالاوراق ويتحمل مسؤوليته في كلامه، راهو يتبع توت ان ستاتيو معناتها ويحمل اسم النادي هذا بنزرتي، يوزن كلمه اكثر مني، انا نجم نكون نغشش كمواطن عادي، راهو تحكي في قوقطة مش خميس الثامن حارس المرمى، انا ننتمي لقوافة القفصة وما عنديش المعلومات الوافية والشافية، اما كي نسمع اشاعات ونسمع تليف معناتها يجي تليف ونسمع راهي المقابلة، فما راهي فما ديزيكو اللي فما عباد يشجعوهم، فهمتني؟ معناتها فما موتيفاسيون كما قال هو اللي هو ينجم يقول فما موتيفاسيون. فهمت؟ سمعت لي انا فما موتيفاسيون لكلك جوار في الملعب التونسي باش يكبشوا في المقابله، معناتها تشجيعات من الملعب التونسي باش يكونوا معناتها يكبشوا في السي بي معناتها اكثر من اللازم باش تكون السي بي هي الضحيه. اقعد معنا نقول لك اقعد معنا خميس فاصل صغير وبعد راجعين نكمل نحكي معك. Cette année, l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro repoussent toutes les limites du possible. La nouveauté, un système photo pro qui révolutionne la prise de vue en conditions de faible éclairage. La puissante puce A14 Bionic. Un écran Super Retina XDR pour ne pas passer à côté du moindre détail. Et des accessoires MagSafe pour une recharge sans fil encore plus rapide. L'iPhone 12, disponible chez vos revendeurs agréés. تحبوا تربحوا دي بون داشا بقيمة 100 دينار وأكثر؟ تابعونا كل سبت وحد في إكسبريسو ويكاند مع عزيز باشتيرزي وجاوبوا على الكيستيون كويز. تابعونا على إكسبريس اف ام وشاركوا معنا على 71 725 000. إكسبريسو ويكاند مع عزيز باشتيرزي على راديو إكسبريس اف ام. فير بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي، موجود معنا بالتليفون حارس السابق للسي بي خميس الثامن، نحكيو على تدويناته في صفحته في فيسبوك. خميس مرحبا بك من جديد. كي تقول لي خميس الجوله الاخيره تلعبت بالتليفونات، عندك معلومات على الاشياء هذه ولا فقط مجرد كلام؟ خاطر ما نعرفش، انت قلت لي ماهيش مسؤول، انا مجرد محب عادي. اي حتى محب عادي معناتها تتحاسب على كلامك اليوم، القضاء ينجم يوجه لك الدعوه معناتها على الكلام هذا ولا؟ اي مرحبا مرحبا. انا كي نقول معناتها نسمع كما قلت اشاعات، كما سمعت من الاول اشاعات المقابله راهي دون لا مان كما يقولوها، كما سمعت اشاعات اللي فما ناس كما تخرنا في عبد السلام السعيداني اللي هو فما تشجيعات، سمعت من شي اخر عندي اصحاب وعندي كذا اللي فما اللي هذه الموتيفاسيون كما عباد تفاخر بها، كما نورمال يفاخروا بها مسؤولين الملعب التونسي كي فون فير تو معناتها باش يشجعوا بعض اللاعبين. وصلتني معلومه معناتها قال لي فما لاعبين مشجع معناتها مشجعين من الملعب التونسي
باش كيما نقولوا احنا يتبع الميثاق الرياضي ويكونوا كونتر النادي هذا بنزرتي ومتحمل مسؤوليتي. ما فهمتكش كونتر شنو الميثاق الرياضي معناها موتيفاسيون هذه معناتها حتى قانونيا ماهيش ممنوعه باش نحكيو حتى قانون ولو اني اخلاقيا فيها وعليها لكن قانونيا ماهيش ممنوع. صحيح معناتها انا نجم نسمعها نعرف نتبع فيك واحده واحده وقلت لك معناتها كيما قلت انت قانونيا ماهيش ممنوع معناتها يلزم اللاعب يفتخر بروحه ويقول راني انا جاي الموتيفاسيون باش نكبش السي بي مثلا. وقلت لك انا كمواطن عادي كواحد من الجمهور مشيت للملعب قطر شنو اخويا جمعيه اخويا باش تطيحني في بنزرت احنا كنا عملت حبينا نعملوا نونتو بريسيون كيما صار ديبريسيون في برشا ملاعب رانا مش باش نضربوا مش نعملوا خويا العبوا نورمال وكاو ما تكبش ليش ولا تعمل لي بروفوكاسيون للجماهير ولا تعمل لي بروفوكاسيون للاعبين نتاع نادي بنزرت. انا قلت لك انا نتبع سرق حاجه الباب الدار ونكمل معك كيما تحب معناتها كيما قلت لك معناتها انا راني كمواطن عادي نتصرف من غير على جمعيتي وكي شرا فما برشا امور برشا حاجات تصرفت بمنطق كواحد من الجمهور على غير على معناتها على جمعيتي وعملت اللي عملته وقلت اللي قلت معناتها. من تدوينات حكيت طيب على مستقبل عبد السلام السعداني في السيابي طلبت توجهت حتى برساله رئيس الجامعه وديع الجري طلب منه باش يهز يديه على عبد السلام السعداني. تعتبر اليوم محمي عبد السلام السعداني من وديع الجري؟ مش نعتبره سيتي رياليتي محمي عليه ما نعرفش انا نعرف شو نقول ما نقولش. اليوم انا كي تصير تصريحات هيك من الكل اللي كان عملهم اي رئيس جمعيه اخر معناتها باحترام القانون يتنحى سير بلاس. انت ترى رئيس جمعيه معناتها باحكام قضائيه ومازال يتصرف في نادي بلدرتي كي ترى رئيس جمعيه يعمل قانون داخلي على قياسه معناتها فما حاجه ماهيش عاديه. معناتها اني قال لك رئيس النادي يدافع بكل شراسه على الدكتور وديع الجري مرحبا به. دكتور وديع الجري خويا عنده سيئات وعنده ايجابيات مش انا ولا غيري ما تبش نتناقش فيها يقول لي برشا بلاتوات معناتها عمري ما كنت سباق. هو ما نحبش نقول شنو قلت بالضبط عليه انت في فيسبوك لكن كي تشبهوا بالحاجه اللي قلتها انت ما فماش عبد عنده هذاك يكون عنده ايجابيات معناها كيف كيفاش تتناقش شويه اللي انت خميس بين كتبتوا بين التحقيقات مساج تحب تعاود تقول انت محلها حليت معناتها وتعرف نعرف الجرأه نتاعك انا اخويا معناتها وكان تحب تقول معناتها لا ما نقولوش كلام ما يتقالش في الراديو خاطر الحق. لا لا علاه كي نقول انا سرطان الكره التونسيه معناتها كلام لا ما يتقالش ما يتقالش لا لا هذا راي اغزل لي اخويا انا هذا راي شخصي وذولي لا ماهوش راي شخصي هذا ثلب وخميس ماذا بيت تسحبها الكلمه نتاعك. لا انا قلت انا رأي شخصي كان ثلب انا ذولي لا سميت لا عيرت ولا قلت حاجه معناتها اخويا كيما ذولي صارت له معناتها قبل معناتها الحكايه هذيا مع جمعيه معناتها مع الناس هذيك الاسامي وذولي من بعد القانون انصفى خاطر عندي انا حريه شخصيه نحكي نكتب اللي نحب عليه وكان فما ثلب ولا حاجه يلزم يشكي به القانون موجود معناتها فما كما قلت لك راني انسان معناتها ما عنديش معناتها امور قانونيه عندي علاقه بها برشا اما نعرف شنو معناتها السل ونعرف شنو معناتها راي معناتها كي نقول انا رايي انا اليوم نقول انا قد يضر وكذا نتحمل مسؤوليه كلامي كانوا سلب يا اخويا نتحمل مسؤوليتي. فما معناتها كيما نقولوا خاطر تو دورة القانون يظل لي والناس كل تحترم بعضها يظل يا سيرة الماما فما جمعية قالت كلام ومن بعد انصفتها دولة أخرى اللي هذا راهو يدخل في القانون معناتها في الحرية الشخصية اللي في الدستور التونسي. فهمت يا خويا معناتها انا هذول اللي جبت للعائلات لا قلت انسان هذايا لا سرقت لا عمل لا اتهمت اتهامات لازمني ناكدها انا هذا الراي الشخصي اللي هو قاعد من منظوري انا قاعد يضر بحاجات وتقال في برشا بلاتوات وعاود نقول لك مانيش سباق انا ولا عندي معناتها التيتر نتاع المدافع على الرياضه في تونس من راي شخصي نقوله كان فما يمكن حتى كان غلطت انا تحمل مسؤولية غلطي ما عندي حتى مشكلة وكتبت ذولي بالاخر هذا رأي شخصي نتحمل مسؤولية وانا اما انا نقول لك راهي هذه حارب هذه اللي ينقذ نادي بنزرتي ومسعد باش نقول كل شيء ونعمل كل شيء نوصل وين يحبوا الناس الكل باش ندافع على جمعيتي. اليوم راه جمعيتي قاعد يقود سقوط في السفينة انسان ما عندوش الكفاءات اللي معناتها باش يكون لا كفاءات معناتها اخلاقية لا ادارية لا من نواحي الكل باش يقود سفينة نادي بنزرتي والسفينة في كوارث اكبر ما تعنيناش. هذا انسان يعمل في مشاكل مع جمعيات الكل انا راي شخصي بس في معناتها الدكتور سي وديع الجري وانا نجيك معناتها بالمسايسه بالكلام الحلو عندي ثقه فيه باش ياخذ قرار الصايب. واضح يعطيك الصحة شكرا لك خميس الثامري الحارس السابق للسي بي على تدخلك معنا اليوم في البلاي كنت حكينا
على التدوينات اللي هبطتهم على صفحتك الشخصية في فيسبوك. أيضا حبيت توضح بعض ما قاله أنيس بن فلاح ناطق رسمي للملعب التونسي اللي كان ذكر اسمك في تدخله معنا في حصة زون ميكس السبت اللي فات. فاصل الأخبار، فهم مكملين في بلاي حتى المطلفهم.